السلام عليكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة على قناة نبيل كفران. في هذه الحلقة إن شاء الله غنشرح لكم وغنوريكم كيفاش ديروا تعرفوا الهاتف أصلي يعني أوريجين ولا مقلد. لحقاش كثر الصراحة في هذه العقدين الأخيرين من الزمن كثروا هذه المشاكل هذو بحالاش أنك تشري تليفون وانت ما عارفش أنك يعني ما عارفش كيفاش دير تقلل وكيف ما تشدي معك حتى شي واحد اللي كيعرف وكتصدق شاري تليفون مقلد بثمن التليفون الاصلي وهذا تتكون ضعتي بواحد فواحد القدر الفلوس اللي انت كنتي محتاج بها. فهذا ان شاء الله غادي نوريك واحد جوج طرق مهمين باش تعرف كيفاش دير تقلب التليفون وتعرف واش اوريجين ولا مقلد. اذا كانت هذه اول مره كتشوف فيها الحلقات نبيل كفران دير واحد اللايك ما خاسر والو ودير سبسكرايب باش توصل بالجديد ديالنا ان شاء الله مدى الحلقات الشيقة جدا في المستقبل. دونك باش نرجعوا للموضوع ديالنا ديال الهاتف كيفاش دير تعرفوا اوريجين ولا مقلد. اول حاجه غديرها هو غتقبض الهاتف وغتشوف القوائم ديالو الكنوت ديالو الا لقيتيهم ما لقيتيهمش يعني لقيتيهم باعتي وماشي في نفس الكولور ديال انا غنصيفط لكم واحد الكولور ما بين الكوبي والمقلد يعني كتلقى اللون ديالو باهت شويه وكتلقى واحد الزريحات من القوائم ديالو حاول هذا غير تشوف هذه القضيه هذه وتشوف يعني الفيزا ديالو ما عرف الا راه هذا مقلد ما تشريش نهائيا. نفرضوا مثلا انك ما بغيتيش تخدم الطريقه الاولى ممكن كاينه طريقه اخرى والطريقه اللي كيستعملوها بزاف الناس وشخصيا كنستعملها انا هو انه غتقبض التليفون ديال الشخص اللي باغي اللي يعني اللي غتشري تقبضو غدير الكود ديال الاي ام اي يعني الايميل. شنو هو الايميل؟ هو الرقم التعريفي ديال الهاتف بيان سير ولاو دابا تيتزوروا يعني الارقام هاد الارقام هادو ولكن لا بليبار كيكون فيهم يعني حقيقي. كتقبضو غدير نجمة ديال 06 ديال غيطلع لك واحد الكود هذاك الكود غتمشي وغديرو فواحد الموقع انا غنخليه لكم في يعني في الشاشة هنايا واسفل الفيديو موقع سميتو email.info. فاش كطابي ديك الرقم ديال الايميل ديال ديك التليفون الى طلعت لك المواصفات ديال ديك التليفون مثلا هو سامسونج طلعت لك سامسونج A7 او سامسونج A8 ولا شي حاجه بحال هكايا بالتفاصيل عرف هذا التليفون هذا راه اوريجين. ويلا طلعت لك بالا راه ما كاين والو تيقول لك هاد لاباج هادي راه ما كايناش دونك غتعرف بان داك السيد او داك التليفون راه مقلد طيح التليفون ديالو وقول له الله يعاونك. هاد جوج طرق هادو راه الناس تيغفلوا عليهم الاخوان ضروري خاصك تكون عارفهم. انا راه تيجيني ميساجات بحال هكا تنتعجب انه علاش الناس ما يكونوش عارفين. حنا الحمد لله كنوعيو بنادم وكنقول يعني الشخص شنو يدير. دونك هاد جوج حوايج راه ضروري خاصك ديرهم الا بغيتي باتيج الا بغيتي توفر فلوسك والا بغيتي تدي التليفون وانت مرتاح اي مشاكل. هنا غنكونوا سالينا هاد الحلقه هادي ونتمنى انك كيف ما قلت لك لايك وسبسكرايب باش توصل بجديد ونحاولوا نوصلوا ان شاء الله لقناه ديال 100,000 مشترك. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.